يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يختم اسمه بالسلفي أو الأثري، فهل هذا من تزكية النفس أو هو موافق للشرع؟ المطلوب أن الإنسان يتبع الحق، المطلوب أن الإنسان يبحث عن الحق ويطلب الحق ويعمل به، أما أنه تسمى بأنه سلفي أو أثري أو ما أشبه ذلك فلا داعي لهذا، الله يعلم سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالتسمي سلفي أثري أو ما أشبه ذلك هذا لا أصل له، نحن ننظر إلى الحقيقة ولا ننظر إلى القول والتسمي والدعاوى. قد يقول أنه سلفي وسلفي أثري وما هو أثري، إنما وقد يكون سلفيا وأثريا وهو ما قال أني أثري ولا سلفي. فالنظر إلى الحقائق لا إلى المسميات ولا إلى الدعاوى. وعلى المسلم أنه يلزم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لما قالت الأعراب آمنا أنكر الله عليه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. الله أنكر عليهم أنهم يسمون يصفون أنفسهم بالإيمان وهم ما بعد وصلوا إلى هالمرتبة، توهم داخلين في الإسلام، أعراب جايين من البادية ويدعوا أنهم صاروا مؤمنين على طول. لا، أسلموا دخلوا في الإسلام، وإذا استمروا وتعلموا دخل الإيمان في قلوبهم شيئا فشيئا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكلمة لما للشيء اللي يتوقع، يعني سيدخل الإيمان، لكن إنك تدعيه من أول مرة هذه تزكية للنفس، فلا حاجة إلى أنك تقول أنا سلفي أنا أثري أنا كذا أنا كذا. عليك أن تطلب الحق وتعمل به وتصلح النية، والله هو الذي يعلم سبحانه الحقائق. نعم.